رايحين. طيب نرجع جريد، تمام. طيب لو انا جاي ارسم جريد، ماشي، تعال نشوف الجريد، نقف معاه شويه. هقول له من ارتكشر، هقول له جريد، تمام، او اقول له جي اور، الاختصارات انا اديتها للمهندس، هو بقى ايه، يبقى اداها للناس، تمام. جريد، او انا مجرد ما اقف على اي حاجه هو بيديني الاختصار بتاعها بين قوسين، تمام. اي جريد يعني الاليفيشن ال ال. بس خلي بالك في نقطه برضو، خلي بالك منها، الاليفيشن مخفيه والجريد هي اللي ظاهره. اشمعنى؟ عشان انا واقف على البلين، تمام. يعني انا لو واقف، يعني هو بيشوف، هو بيشوف ايه اللي ينفع يترسم هنا. لو انا في سيكشن مش هينفع اعمل العمود، تمام، لان هو مش عارف العمود هيبقى قريب ولا بعيد ولا ايه، فهو ذكي معايا ما بيخلينيش ارسم في حته غلط، تمام. لما اجي اخش في الاليفيشن، تمام، ودي هنشوفها دلوقتي، موضوع الاليفيشن اهو، هلاقي الاليفيشن بقت تنفعل معايا، ابدا اعمل اليفيشن، يعني ببدا دي اضيف دور تاني، تمام. ماشي، طيب ما تخافوش، الحاجات دي كلها هنقول تاني، بس ايه، احنا بس بنفتح الموضوع كده مع بعض النهارده. بعد كده اقول له جريد، تمام. عندي ان انا ارسم عادي، لو انا ما عندي، لو انا مش مرسوم لي جريد هبدا ارسم عادي باول اختيار، هبدا ارسم جريد اهو، تمام. تمام، ممكن اجي مثلا من هنا اعمل الجريد مثلا من نص الحيطه، تمام. ماشي، انا رسمته مال شويه، زي ما انت عايز ترسم ارسم، تمام. مش هقول لك لا، ممكن ترسمه منحني، شوف انهي نقطتين اللي انت عايز ترسم فيهم وترسمه منحني، مش هقول لا، خلاص. طيب انت حاجه مرسومه عندك ولا مفيش حاجه مرسومه؟ يعني انا ممكن اقول له ايه، انا هرسم مثلا من الحيطه دي، تمام، اهي رسمتها من الحيطه دي، ماشي. انت عايزه بقى كده، انا رسمت من الحيطه دي، عايزه مثلا تعملي جريد تاني على بعد مثلا 5 متر، هقف هنا واقول له اعمل لي على بعد ايه 5 متر، تعملي كوبي بيست موف زي ما انت عايزه، تمام. انت شغلك العادي بتعمل ازاي في الحاجات؟ بس في ناس بتختلف، في ناس بترسم الجريد الاول بعد كده ترسم الحيطان، في ناس بترسم الحيطان بعد كده ترسم الجريد، انت في شغلك بتعملي ايه؟ طيب اللي انت الاثنين هينفع معاك، ايوه. انت ممكن، في ناس بترسم كده، ممكن ترسم الجريدات كلها بعد كده تبدا ترسم الحيطان، هو ده لو شركين، الاثنين عادي، الاثنين، في ناس بتسوون كده في ناس بتسوون كده، تمام. فده موجود، موجود في ناس ممكن اخليها للمره الجايه، تمام. طيب دلوقتي لو احنا هنرسم جريد موجود اصلا، احنا استناهم شويه، هقول له ارسم لي جريد، هقول له انا عايز اعمل بيك لاين، اقف هنا واروح معلم على دي، هو مديني رقمها مثلا دبليو 1، ممكن اجي هنا اقول له مثلا دي خليها دبليو 1، كتبتها يدوي، بس بعد كده مش هضطر اكتبها يدوي، هو اوتوماتيك هيفهم، تمام. تمام، ممكن اجي هنا، تمام، على الجريد دوت واشيل العلامه دي. بص انا حتى لما اسحبها، لو سحبتها لفوق كله هيجي معايا، يعني هو بيعمل لي الحاجات اللي تنفع معايا، في اتنين قريبين من بعض، ممكن ادوس على العلامه دي واسحبها كده شويه، تمام، معايا ولا؟ هو الموضوع بسيط بس عايز طب علامة الصح، لو شلتها هنا هتختفي، وتحت في علامة الصح، ممكن اعلم عليها واخليها هي اللي تظهر تحت، تمام. حد كان في اي مشكله؟ ماشي، اللوك دي موجوده في كل الحاجات، هتلاقيها في الوول وهتلاقيها في كذا، ان هو هو كده هيربطهم ببعض، تمام. يعني لما اشيل علامه اللوك دي واسحب، مش هيسحبوا مع بعض، تمام. يعني انا ممكن اعمل لوك لضغط مع حيطه، بحيث لو الحيطه اتحركت الضغط يتحرك، تمام. في مشكله حد كده؟ طيب تعالى نرسم جريد تاني، جي ار، انا رسمت واحد، ده مسمي نفسه ايه، دبليو 5، وده دبليو 6. خلي بالك انا لما ارسم احاول اخلي من النقطه دي، اول ما اقرب منها هو بيرسم من النقطه الثانيه، تمام، لما اقف عليها بيربطهم ببعض، يعني دي وانا برسم اخلي بالي ان هو بيعمل لي زي قوس نم على الحاجات، هو هنا فاهم ان دي جريد فبيعمل لها تجاذب مع ايه، جريد ثانيه، تمام. هو عارف ان دي جريدات، فعارف ايه اللي ينفع مع دي، تمام. لو جيت على دول كلهم علمت عليهم واستخدمت الامر اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو امر روتيت، امر روتيت اهو، هقول له كوبي، تمام، والففه بزاويه 90، اللي حصل الجريدات كلها اتكررت وكمل العد بتاعهم، تمام. فهتلاقيه سهل معاك في الحاجات، في ممكن اعلم على الشغل شويه شغل مثلا واقول له ارسم لي انت، هو يرسم، تمام، فهو متفاهم معايا، هو فاهم ان هم ورا بعض،
انت عدل بقى الاسامي، عدل الاسامي بقى. يعني انت لو انا برسم يدوي وخليت اول واحد فيهم ايه اللي بعدها تبقى بي سي دي، هو فين؟ لا لازم الاتم يدوي لان هم اترسموا خلاص. هو جيت اغير بيقول لي في بس حاجه بس عايز اخلي بالي منها. انا لما عدلت الرقم جاب لي رساله قال لي الرقم ده موجود قبل كده، ما ينفعش يبقى فيه اتنين جريد في قلب المشروع بنفس الاسم. تمام؟ فهي دي ميزته، ان هو هيحكمني ان يقلل لي الهيومن ايرور بتاعي، الاخطاء البشريه بتاعتي هتقل لما انا بستخدم البرنامج. تمام؟ ماشي. طيب عايزين نشوف حاجه لذيذه كده، ان احنا المهندسه كانت سالت ايه البروجكت براوزر دوت. تمام؟ طيب تعالى ناخد نظره عامه على المشروع كله ونقف شويه في التكييف. تمام؟ طيب انا اول ما فتحت البرنامج دوت ماشي، ايه اللي ظهر لي؟ ظهر لي الواجهه دي احنا عارفينها كلنا، صح؟ الواجهه دي اللي هي فيها الاوتوكاد بالظبط، نفس الشغل بتاعنا. دي هتلاقيها في الاوتوكاد 2012 و2013، ان انا ممكن اتحكم في الرؤيه، يعني ممكن اقول له هنا 2 دي، اقول له مثلا انا عايز اعمل زوم، فاعمل زوم زي ما انا عايز. عايز اعمل ريويند، الريويند يعني ايه؟ بيجيب لي اخر حاجات انا اشتغلت عليها، بحيث مثلا ممكن اكون في مكان وعايز ارجع لاخر زوم. تمام؟ دي خاصيه حلوه. البام اللي هي الايد، ان انا اشوف اقف فين. تمام؟ اهي بالبقره اهي، بس دي برضو ادوات مساعده شويه. دي مثلا اداه بتاعت الزوم، هتلاقي مثلا زوم ان ريجن، زوم اوت، زوم اولتو فيت، زوم شيت سايز، زي ما انت عايز. تمام؟ ممكن تقول مثلا ايه زوم اوت، زي ما انت يعني ادوات الزوم اللي احنا متعودين عليها. تمام؟ طيب القائمه دي هي قائمه خصائص. تمام؟ بيديني خصائص الحاجه، يعني مثلا ايه لو انا دلوقتي مش واقف على حاجه خالص، فبيديني خصائص ايه؟ بيديني خصائص الفلور بلان اللي انا فاتحه، اللوحه اللي انا فاتحها معايا. هتلاقي مثلا خاصيه ان ده 1 ل 100، ممكن اخليها 1 ل 500، ممكن اخليها 1 ل 20، زي ما انا عايز اظبط السايز زي ما انا عايز. طب بتفرق في ايه الحاجات ديت؟ هنشوفها مع بعض. تمام؟ خلينا مثلا نرسم ضغط بقى، يعني لو في حد منها تكييف، مش حد تكييف، طيب سيستم ضغط او كبر تري. تمام؟ لما برسم ضغط بيقول لي انت عايز ترسمه بانهي ابعاد وعلى ارتفاع كام. تمام؟ رسمت الضغط اهو مثلا، ماشي ماشي. طيب انا عايز اكتب البيانات عليه، انا دلوقتي رسمت حيطه ماشي وعايز اكتب البيانات عليها. تمام؟ احنا في الكات كنا بنبدا نرسم يدوي. تمام؟ هنا عندي حاجه اسمها تاج. تمام؟ تاج. تمام؟ التاج دي فاميلي، فليه اقدر اعدل اللي فيها زي ما انا عايز. تمام؟ يعني هو هنا بيقرا حاجه معينه، ممكن ندخل جوه ونعرف هو بيقرا ايه. تمام؟ تاج ممكن مثلا اديله اي، انتوا بتكتبوا ايه هنا على الحيطان؟ انتوا في الحيطان بتكتبوا ايه جواها؟ حيطان. عايز تكتب مواصفات او انتوا بتشاوروا على حد تكتبوا ايه؟ السكنس مثلا. ليه ان انا ادخل اعدل في السكنس اخليه هو اللي يجيب لي السكنس، مش انا اللي اكتبه يدوي. تمام؟ اجي لك الميكانيكال. لا انا عملت، انا رسمت الاثنين. تمام؟ انا رسمت الاثنين، رسمت وول ورسمت ضغط. انا رسمت ضغط الاول، بعد كده لقيت الناس اصلا اغلبها معماري، فقلت خلينا نرسم حيطه ونكتب المعلومات اللي احنا عايزينها. تمام؟ ماشي اهو دي تي. تمام؟ طب كويس ان انت سالت السؤال ده، سعيد ان انت سالت السؤال ده. هو هنا الضغط كاتبها لي بالمليمتر، انا عايز احولها بالبوصة. ممكن ادخل يونت. تمام؟ لو عدلت في الوحدات بتاع التكييف مش هتعدل في المعماري، دي منفصله بدي. تمام؟ يعني انا لو جيت هنا بيقول لي في ستراكشر، بدخل هنا بلاقي حاجات كتير خاصه بستراكشر، اليونت ويت، الستريت، الباس، اغير الوحدات زي ما انتوا عايزين. تمام؟ ممكن اجي هنا في تشيفاك اقول له دكت سايز انا عايزه بالايه، بالانش. تمام؟ الحاجه اللي انت عايزها بقى. انا مش فاهم. اول واحده رابع واحد ديت ماشي. تمام؟ ماشي. اوكي ماشي. فانا دلوقتي انا رسمت دلوقتي ايه الحته دي، الحته دي عايز اكتب عليها حاجات تانية غير المكتوبه. تمام؟ اقف هنا واقول له اديت فاميلي، كده انا دخلت بعدل في الفاميلي نفسها. تمام؟ هو كاتب لي هنا دي 1 تي. تمام؟
ممكن ادخل مش مشكله يعني، الحاجات دي هنشوفها بعدين. ممكن ادخل واديله اي حاجه ثانيه، معلومه ثانيه يعني، ممكن اقول له طيب مارك مثلا، طيب نيم، تمام اوكي، ستودنت بروجكت، تمام. اي خليني غير لي ايه، خلي كتب لي طيب نيم معايا ولا تاني؟ نعملها تاني بالراحه، ماشي تمام. انا عندي هنا حاجه اسمها تاج، التاج دي احسن من تكست. احسن من تكست في ايه؟ انها ايه، تكست ولا ماشي. شايف كومنت انوتيشن اللي فوق؟ هتلاقي حاجه هنا اسمها تاج باي كاتيجوري، تمام، اختصارها تي جي. ماشي تمام. تاج باي كاتيجوري ممكن اعلم على اي حاجه، ممكن مثلا اتعلم على ضغط، ممكن اتعلم على كيبل تري، ممكن اتعلم على اركتكشر. طيب هو انا ليه سؤال سالتك، انا شايف ان احنا بنتكلم في اتش بي الضغط ساعتها لو انت طبعا بتدخل حصر، انا عايز اعمل حصر للضغط، هيديني هو ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ لا يعني مثلا احنا في اتش بي بنعمل الضغط ده بالطن، اعملها بالطن. لا ماشي، انا عاملها بالطن في اكسل. هو من ذلك يعني انا عندي ضغط بيبقى مثلا في البلان فور ماشي في الاريا بتاعتي. انت في الدراسه في الفلتر بتاعك شو دول، انا عندي ده عندي كام طن. بص هو هي عامله المعادله بتتعمل ازاي؟ المعادله معموله، هو دلوقتي فاهم طول العرض والحاجات دي، فانا سهل ان انا اخليه يضرب طول في العرض في المسافه بتاعته كده. مش فاهم ليه في ناس كده الحته دي ليه سهل التحويل في البحث يبقى في جدول كده معين بين الفوز اسفل في انت ليه المعادلات بتاعت الاكسل، المعادلات بتاعت الاكسل ينفع تكتبها في قلب الاسكادول بتاع التكييف؟ انا لازم اعمل له انا المعادله، هناخدها من الاكسل نحطها هنا. اعمل له المعادله واديله كل الداتا عشان هو يعمل لي بعد كده دي. بس انت هتعملها مره واحده بس وتاخدها تحطها في كل المشاريع، يعني انت مش هتعملها في كل مشروع. والميزه بقى لو انت شغال وحصل تعديل مش هتضطر ترجع للاكسل، لا ده انت على طول اوتوماتيك هتشوفها معاك، تمام. وانا اجيب لك شويه مشاريع وندور فيها، غالبا هتلاقي حد عامل الجدول دوت، لان احنا يعني نجيب لك المشاريع ان شاء الله المره الجايه كلها، تمام. طيب احنا دلوقتي نشوف مثال بسيط للتعديل في فاميلي. انا دلوقتي عندي الفاميلي دي، تمام، عايز اعدل فيها، هقول له اديت فاميلي. هو دلوقتي كاتب حاجه معينه، تمام، انا عايز يكتب حاجه ثانيه، يعني فرض مثلا عايز يكتب اسم الشركه او عايز يكتب الارتفاع او عايز يكتب اي حاجه خالص، تمام. بقف عليها واقول له اديت تايب، بيقول لي اي حاجه من دول عايز تكتبها هتظهر معاك هنا. ممكن مثلا اقول له فاميلي نيم، ما تاني تاني تاني، خلينا نقفل الفاميلي دي خالص، ماشي. حضرتك معماري مدني، يعني نخش في الاستراكشر هتبقى اوضح، ماشي. وواحد كهرباء، طيب خلينا نرسم استراكشر عشان تكون بس حبيبي. عشان كده ماشي. طيب انا دلوقتي هنا لو جيت هنا قلت له اديت فاميلي، يعني بقول له يعدل فاميلي. انا ممكن اجي في اي حاجه اعدل فيها، تمام. يعني عندي مكنه عايز اعدل فيها، عندي كيبورد تري مش عاجبني، ممكن ادخل اعدل اللي مش عاجبه اخش اعدل فيه على طول. ادي استنى، تمام. هو بيقول لي انا هنا هكتب لك ان طيب نيم، الحيطه كانت عباره عن فاملي، تمام. هنفهم موضوع طيب نيم دلوقتي، ماشي. هاجي هنا، انت عايز لما تشاور على الحيطه يكتب لك ايه، تمام. يعني ممكن تكون انت كل همك الفلوس، فممكن تقول له كوست، يبقى الحاجه اللي هيكتبها هي كوست. ممكن مثلا اهم حاجه عندك الفاير ريتنج، في فاير ريتنج ولا لا، اللي انت عايزه تظبط التاج بتاعه، تمام. يعني مثلا نقول مثلا هنا نكتب الفاميلي نيم، ماشي. لو في اركتكتشر يبقى موجود مثلا الفينشن بتاعها، ماشي ماشي. لو انا فاتحه اركتكتشر هي موجوده اوريدي في الليسته الفينشن بتاعها اهي الفينش. انت لو موجوده هنا بص، لو مش موجودة ممكن نعملها، يعني بعد كده ممكن بندوس برامتر ونزود اللي احنا عايزينه، تمام؟ بس دي الحاجات الأساسية اللي هي إيه؟ أو ممكن إيه؟ لا 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 لا، طيب نفهم إيه الفاميلي نيم دي دلوقتي. لود إنتو بروجكت، هتحمل في المشروع، هتلاقي إيه؟ كتب لي الجينريك وكتب لي ديت. تعال ناخد بالنا من حاجة، كل حاجة اسمها فاميلي، تمام؟ كل حاجة في الريفت اسمها فاميلي.
وكل حاجات في الدنيا موبايلات صح؟ يبقى كده الفاميلي دي عباره عن موبايلات تمام؟ ماشي في شيء مش كده خالص. جوه الفاميلي تمام؟ يعني الكاتيجوري كلها كاتيجوري مثلا تعالى ننزل مثلا اي مكنه وليكن مثلا اير تيرمينال تمام؟ اللي هي بتاعت السقف دي كلنا عارفينها تمام؟ دي الكاتيجوري بتاعتها اسمها ان دي ديفيوزر، ان دي المخرج بتاع الهواء، زي ما ده كله ده اسمه بايلوت، ما دخلناش في موضوع ماركه تمام؟ معايا؟ جوه الكاتيجوري، كاتيجوري اللي هو الديفيوزرات في كذا نوع، في نوع اسمه اكسوست جريل، في نوع اسمه ريتيرن جريل، في نوع اسمه سبلاي جريل تمام؟ معايا ولا؟ لا مفيش اي مشكله لو ما هو مش معايا ماشي. جوه الفاميلي في طيبات، في طيب اهو تمام، انت ممكن تزود طيبات، ممكن ازود ممكن تيجي هنا مثلا الطيب دوت تدخل تقول له ادي الطيب وتعمل دبليكيت وتزود زي ما انت عايز تمام، زي ما عملنا في الحيطه ماشي. تمام يعني خلينا نرجع للبيم عشان الكولم اهي، انا لما حطيت كولم تمام، دي الكاتيجوري بتاعتها او النظام بتاع كله اسمه كولوم تمام، زي الموبايلات عندي موبايلات بس نوع ايه، هو كولوم بس جواه كذا فاميلي تمام. عندي اللون الاسود ده هو ده نوع الفاميلي، معايا ولا اهم حاجه الناس بس مركزه. طيب اللي جواه اللي تحتها ده طيبات، انواع من جوه الفاميلي نفسها تمام. يعني انا دلوقتي محمل اتنين فاميلي، واحده اسمها ريكتانجل وواحدة اسمها يونيفرسال كولوم تمام، الاثنين دول كاتوجري بتاعهم اسمه ايه؟ اسمه كولوم. الفاميلي بتاعتهم في نوعين، النوع الاولاني تحتيه اربع طيبات، الطيبات دي سهل ان انا ايه اعدل فيهم زي ما انا عايز تمام؟ زود زي ما انت عايز تمام؟ فالتاجات ديت تعال نشوف التاج ده، هو كاتب لي جينيريك 250 بيزك وول، لو جيت هنا تمام؟ وقلت له غير نوع الحيطه، مجرد اقف عليها اقول له غير نوع الحيطه، الحيطه اتغيرت والاسم نفسه اتغير، فمش هيحصل ان انا اغير الحيطه والكلام زي ما هو، او ان انا اغير الكلام والحيطه، يعني هو اوتوماتيك بيلقط. يعني بتربطي اي حاجه اتعدلت، يعني خلينا مثلا ايه نعمل ايه مثلا، هو تفضل انا مش عايز على كل حيطه من نفس التايب بتاعك ما تحط، يعني انت عايز تعمل كذا نوع، ليه ان انا اعمل كذا نوع؟ يعني ليه ان انا اعمل نوع هيكتب مثلا كلمه معينه ونوع تاني هيكتب كلمه تانيه؟ لا لا، ما انت بتحط انت بنفسك، يعني انا اهو مثلا عندي حيطان كتيره تمام، هو مش هيحط غير الحيطه اللي انا شاور عليها. لا لا، هو هي لي دي لي اختيار ان انا اعملها تمام، بس انا موقفها. يعني انا عندي مثلا خلينا نشوف الضغطات، لما انا برسم ضغط ممكن اقول له تيج اون بليسمنت، يعني طول ما انا برسم ضغط تمام، هو في حاجه مش معموله تمام. احنا في انهي دور دلوقتي؟ لو قلت له ارسم لي ضغط ماشي، هو اوتوماتيك رسم لي، معلش البرنامج وقف بس. طيب ايه بقى النافذه ديت تمام؟ دي حاجه اسمها بروجكت براوزر تمام، دي كانت الخصائص، كل ما تقف على حاجه بتجيب لك الخصائص بتاعتها، يعني لو وقفت هنا بيجيب لك الخصائص بتاعتها تمام. هنا دي بقى بيجيب لي كل حاجه موجوده في المشروع، يعني عندي لوح مثلا في الدور بتاعت الدور الاولاني، الدور الثاني، الدور الثالث، جايبهم لي. ممكن مثلا مجرد ان اجي هنا خلاص كده انا بقيت شايف ايه الحاجه اللي موجوده في الدور الثالث. هو انا هي دي انا دلوقتي فتحت تمبليت، فلما فتحت تمبليت كان هو عامل اتنين ليفل تمام، فتحت المشروع كان المشروع ده فيه ثلاثة ليفل، ممكن الواحد مثلا ممكن تزود، ممكن التمبليت بتاع ممكن ما تفتحش تمبليت خالص، ساعتها مش هتلاقي ولا ليفل تبدأ تعمليهم مع بعض، نبدا نشوفهم بيتعملوا مع بعض ازاي. مش الحاجات دي بتبقى سايبه يعني. هو بيفترض ان ابسط مشروع بيبقى فيه اتنين ليفل، فهو بيرسم لي اتنين ليفل ويسيبهم لي تمام. ممكن انا شغال كل شغل عمارات فاروح عامل 14 ليفل بحيث ان انا ابدا منهم تمام.
بلاقي في لوح للفلور ولوح للسيلينج. الفلور ببص للوحة من فوق والسيلينج ببص للوحة ايه من تحت، تمام. ال 3 دي فيو لو انا عايز اشوف حاجات 3 دي فيو، اي تمام، دي كل حاجات 3 دي فيو. خلي بالك ان اي لوحة بفتحها هي لسه موجودة ما اتقفلتش، تمام. يعني فتحت دلوقتي كذا لوحة، لما تيجي تبص في القائمة اللي فوق ديت شايفها، تمام، بلاقي كل دول، فبختار ايه انا واحد فيهم اللي انا عايزها، تمام. كل دول موجودين معايا، فده بيتقل اللوحه، ده بيتقل ان انا فاتح كل ده، كل ده بياخد من الرامات، فالحاجه اللي انا مش عايزها بقفلها، تمام. او اجي هنا بلاقي في زرار اسمه كلوز هيدن ويندو، يعني ايه؟ اتفي لي كل اللوح المفتوحه ما عدا اللي انا فاتحها دلوقتي، تمام. ابص عليها بيروح مقفول، تمام، اتقفلوا. طب لو انا عدلت فيها حاجه بتفضل زي ما هي، يعني ما دام في لوحه في المشروع مفتوحه خلاص، يبقى انا ليا ان انا اعمل سيف بعد كده، تمام. يعني مش معنى مثلا ان انا مثلا ايه فتحت مثلا دور ده وعدلت حاجه فيه، تمام، وقفلته من غير ما اسيف، التسييفه مش باللوحه، التسييفه بالمشروع كله. يعني انا لما باجي في المشروع كله بقول له سيف، هو بيسيف في المشروع كله، ملوش دعوه باللوحه اللي انا فتحها، لا، هو المشروع كله كتله واحده، تمام. وبلاقي هنا 3 دي فيو، بلاقي الاليفيشن، تدخل في الاليفيشن وتلاقي مثلا الحاجات الموجوده عندي، تبدا تعدل لو حاجه عايز تعديل. الاليفيشن ده اللي هي الواجهه بتاعت المبنى، السكاشن، تمام، اي سكشن بترسمه بيظهر معايا هنا، تمام. الحاجات دي ممكن اغير الاسامي، يعني ممكن اخليهم مثلا بدل ما هم ماشيين بالترتيب دوت امشيهم بترتيب تاني، اقول له ما تظهرليش غير المعماري بس، يعني كل الحاجات دي اللي انا اتحكم فيها. اهو يعني انا عامل اهو، تمام، اه تمام، يعني هو الارتكشر اهوت، انا رتبتهم بطريقه تانيه، جيت هنا وقلت له رتبهم لي بالديسبلي، يعني شوف مثلا الارتكشر لوحده والالفيشن لوحدهم كده، ممكن اقول له رتبهم بالاول، هيحطهم كلهم بدون ترتيب، تمام. انا شايف ان الاوقع لينا اللي هو الديسبلي، تمام، ديسبلي، تمام. في حاجات طيب بتبقى ادق شويه، بعد كده بلاقي حاجه اسمها ليجند. ايه الليجند دوت؟ الليجند اللي احنا عارفينها، اللي هي كي للمشروع وكل الحاجات اللي احنا رسمينها. يعني ممكن نكون مثلا ستاندرد تيلز في التكييف مثلا عايز احطها، بتحطها ساعتها بروح اعمل له ايه، امبورت كاد، او في كذا طريقه ثانيه ساعتها هنجي لها، ماشي. الاسكادولات دي ان شاء الله نحاول نهتم بيها، نحاول كل يوم ناخد جزء كده من الاسكادولات، تمام، عشان ايه انتوا عندكم تركيز قوي على الاسكادولات. الشيتات دي اللي هي بتسموها شيت ولا بتسموها فريم ولا بتسموها باندا ولا بتسموها ايه؟ الباندا، بس كل شركة لها اسم. خرطوشة؟ ماشي ماشي، الخرطوشة، تمام. الخرطوشة دي، الخرطوشة دي بتروح ساحب المشروع تحطه في الخرطوشة. انا ما سمعتش حاجة، انت اللي الباندا، ماشي. طيب لو احنا عايزين نعمل شيت بنعمل ايه؟ او بقول له نيو شيت، تمام، اوكي، وببدا اشوف الشيت، ابدا احمل شيت في المشروع وابدا اشغل عليه عادي، تمام. الشيت عباره عن فاميلي، فبتتحمل عادي مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده الفاميلي دي، الفاميلي متحمله في المشروع، ممكن تلغي حاجه، تزود حاجه، تاخدها من مكان توديها مكان تاني، تمام. دي اللي هي ايه، بروجكت براوزر، بتصفح في المشروع. يعني انا ممكن وانا شغال عايز ايه، انا شغال في المعماري عايز اروح للتكييف، فاشوف التكييف فين واروح له، او اروح للدور التاني، او اروح للسيلينج، بتنقل عبر المشروع من ايه، من بروجكت براوزر، تمام. ترسم كل ريفت، كمعماري مش هياخد منك حاجه خالص، هو ككل مش هياخد حاجه، بس المعماري بالذات بيبقى اسهل، تمام. مش اكسل شيت، هو الاسكادول اللي موجود جواه، مش تحتاج ان انت مش تحتاجها من بره، دخلها في المشروع. دخلها في الريفت ولا في الاسكادول؟ هي ايه المعلومه اللي انت عايز تدخلها؟ السعر مثلا؟ انت لو وقفت على الحاجه وكتبت القيمه بتاعتها تظهر معاك في الاسكادول على طول، او ممكن تدخل الاسكادول وتكتبها. يعني ليك الاختيارين. الاسهل معاك هتسمع، هتسمع في كله، هتسمع في السكادول، تمام، تمام، كل حاجه، تمام. طيب حتى لو مختلفه ال، حتى كل حاجه انت اساسا
انت اللي تقدر انت بتظبطه، ممكن تخليه يجيب لك عنصر عنصر، ممكن تخليه يعمل لك فلتر للعناصر من حاجه معينه. تمام طيب تعالوا بقى نشوف بقيه ايه القايمه اللي فوق ديت. تمام، اول قايمه اركتكشر، طبعا احنا خدنا منها حاجتين ثلاثه بسط. تعال ناخد منها مثلا الستير، تعال نشوف السلالم. تمام، السلالم بتاعته روعه، ممكن اقول له مثلا عايز سلم دائري. تمام، وابدا بقى عد بقى شوف هيترسم قد ايه في قد ايه السلم. تمام، هتلاقي ان هو انت بتعمل سلالم في ثواني. تمام، تقول له مثلا عايز من كذا اللي مثلا ليفل 2، وترسم السلم اللي انت عايزه. تمام، زي ما انت عايز ترسم اي سلم انت عايزه هيرسمه لك. خلينا نرسم مثلا سلم يكون شكله حلو، مثلا ستير، اقول له دوت، اقول له ارسمه لي من ليفل 1 لليفل 3 مثلا. تمام، تمام، اهو 3D. اللي هي ايه؟ اه كله كله هنعيد عليه من اول وجديد. مفيش مشكله. لا لا ده النهارده بس ايه يعني متعرف على البرنامج، بس في واجب اللي هو ايه؟ نرسم الحيطان، نرسم العواميد وتبعتوها على الايميل، عشان بس عشان الناس ما تكسلش. خلاص؟ سطب البرنامج سواء عندك في البيت او في الشركه، و وانا هحط لكم برضه هنا، هحط لكم على اللابتوب. حاضر، ماشي ماشي ماشي، انا بسمح حاجه. ماشي طيب، في برضه حاجات فيه حلوه برضه، زي ان هو مثلا بيلون الاوض، بيلون الضغطات. ممكن اقول له مثلا لون لي ضغطات من كميه سي في ام الكبيره بلون، والصغيره بلون، الاوض بيلونها. ما كل الحاجات دي تقدر تحكم فيها. يعني لو جيت هنا تمام ودخلت في الايديت، طيب هتلاقي كل الخصائص اللي انت عايزها. لا لا، هو ما تخافش، هو ذكي في المواضيع دي، وليك ان انت تخلي السلم يطلع كده ويتقسم نصين وكل اللي انت عايزه. فايدي تستير وتبدا تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام ماشي، هتلاقي هنا مثلا ترسم روف بطريقه حلوه برضو بكذا طريقه. الفلور عايز ترسم رامب موديل تكست، عايز تكتب اسامي الاوض، عايز ترسم شفطات. اشرح ارسم حتايه اما مش دلوقتي خالص، بس دي فيها حته كده موديل يعني. تمام، استراكشر. تمام، دي حاجه بتاعت الاستراكشر. باشمهندس معايا؟ طيب، هنا مثلا بحط الاعداد بتاعتي الفاونديشن. تمام، دي الحاجات بتاعت الاستراكشر. السيستم هي دي الحاجات الخاصه بالكهروميكانيكال. تمام، الضغطات، البايب، يعني لو جيت ترسم ضغط مثلا. تمام، هو بيقول لي مفيش ضغط فيتنج متحمل في المشروع دوت. ماشي تمام، فاقفله وحمل واحد يكون في. تمام، ممكن اجي هنا اقول له يقفل لي كل حاجه، هو واحد بس. تمام، خلينا نحمل مثلا دوت. هو المشروع التاني كان اركتكشر، فالحاجات بتاعت التكييف مش متحمله. تمام، فبدل ما نحملهم احنا كده اصلا بنبص بس سريعه نكنسل. تمام، هذا مثلا تعالوا نشوف الفكره بتاعتها. تمام، تعالوا مثلا نرسم ضغط مثلا. تمام، هقول له ضغط. تمام، نفس الخصائص اللي كانت موجوده، هتقول له الويتس والهايت قد ايه والارتفاع كام. تمام، هنا كاتب 1500، طبعا الرقم ده غلط، المفروض 1500، كان كاتب 15000. تمام، هبدا ارسم الضغط. تمام، مجرد ان انا اجي اي ناحيه هيبدا هو بقى ايه يرسم لي الحاجه بتاعتي. تمام، هيرسم هو الكوع، يرسم التي. تمام، ممكن اجي مثلا اقول له ارسم لي ضغط مثلا من النص ده. تمام، هيبدا بقى يعمل الحاجه بتاعتي، اللي هي ان انا اغير الشكل ده، اللي هي ان انا اغير الشكل ده، اللي هي ان انا اجي هنا واغير الشكل زي ما انا عايز، اديله اي كوع، اديله اي حاجه من الحاجات اللي انا عايزها. يعني لو انا في حاجه عايز اغيرها بشكل معين، لان انا اعدل فيها. لا، هو المشترك ده بيتعمل في ال يعني انا عايز بس اشوف شركه تقول لي على الحته اللي هي دي عامل فيها ايه؟ هو انا عاملها تاب. تاب
تمام؟ اعملها تاب. اه هو الصح انها تعمل تاب، التي بتعمل في الموبايل بس. تمام؟ هو المفروض بيجيبها هنا في زاويه. مفيش اكسسوارات يعني، كل الحاجات دي موجوده، كل حاجه. تعالى تعالى نجرب حاجه، تعالى نجربهم دلوقتي، نعملها دلوقتي مع بعض. تمام؟ يعني الكوع ده مثلا عايزه دائري. الكوع ده عايز اخليه دائري، ماشي؟ طيب هعمل ايه؟ هعمل فاميلي. في ايه؟ في حاجه هنا ستاندرد دائريه. لا دي للمثير الدائري، اصل احنا عندنا نوعين من الصاج، في صاج دائري وصاج ريكتانجل. انا عايز اجيب واحده تعمل دائري وتكون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده شمس. عايز اجيب صاج دائري تمام ويكون للصاج اللي هو ايه الريكتانجل. فاروح احمل الفاميلي ديت، احملها منين؟ الفشه موجوده؟ ماشي. فاميلي ضغط تمام، ضغط فيتنج، ابدا اشوف الفيتنج ايه اللي انا عايزها. تمام؟ يعني هتلاقي مثلا البو مثلا اهي، كل دي حاجات احنا ممكن نستخدمها. تمام؟ اهي كل دي كعان، في كعان يعني تمام. انت بقى اثناء الشغل هشوف ايه اللي اقرب لشغلك وتبدا تستخدمه. مثلا لو استخدمت ده مثلا تمام، اهي كده موجوده في المشروع. ماشي؟ هقول له مثلا الكوع دوت تمام، خلي بالك هي ظهرت هنا، ظهرت هنا، ما مش هتظهر مع الحيطان. يعني هو عارف ان دي بتاعت دي، عارف ان الفيتنج ديت بتاعه الكوع. تمام؟ اه وده هيعمل لي ميزه حلوه قوي، ان هو من فهمه في ميزه حلوه قوي، ان انا مش هفكر في موضوع الليارات. الليارات ايه؟ انا رسمت حيطه ومش واثق انا رسمتها على ان اللير، رسمت بايب ومش واثق على هو الليارات عنده مظبطه اوتوماتيك. تمام؟ فهو مثلا هقول له غير لي الكوع بالطريقه ديت، فهو الكوع اتغير. طب هو رسمها قطر بوصه، ممكن اخليها واحد ونص بوصه. تمام؟ يعني زي ما انا عايز بخليها الحاجه اللي انا عايزها. ماشي؟ طيب ده ماشي؟ طيب السيستم هنا ممكن نرسم مثلا ايه الكيبل تري، ممكن ترسم منه البرامج، ممكن ترسم الميكانيكال. طيب الثلاثه دول ممكن انا كيوزر انا شايف الالكتريكال هنا. هي الالكتريكال ممكن تقول له كيبل تري وتبدا ترسم الكيبل تري. تمام؟ واللايتنج جنبيها. تمام اهي الكتريكال، ادي هي اللايتنج فيكتشر، تحمل اللمبه اللي انت عايزها. ماشي؟ طيب طيب في حاجتين عايزين نشوفهم دلوقتي. لو انا عايز اخلي الخلفيه دي تبقى لونها اسود مش ابيض، مش عارف ليه بس في ناس كتير بتحب اللون، تخلي الخلفيه سودا، الناس اتعودت على كده. تمام؟ طيب انا ممكن اوجه هنا في الجرافيك. ماشي؟ جبتها منين؟ من القايمه ديت، بقول له اوبشن. تمام؟ وادخل في جرافيك بقول له انفيرت باك جراوند. اوكي؟ الخلفيه بتبقى سودا زي ما انتوا عايزين، بس تضيفوا كلكم مع بعض على حاجه واحده، بس هو بفضل الله بإذن. تمام؟ خلاص كده؟ تمام. في حاجه ثانيه، لو انا مثلا انا كشغلي هستخدم الاركتشر والاستراكشر وعمري ما اقرب من السيستم ده خالص. انا شغال مثلا انشائي فمحتاج الاركتشر شويه ومش محتاج خالص الكهروميكانيكال. ممكن اجي هنا في يوزر انترفيس اتشيل الحاجات اللي انا مش عايزها. يعني كده شلت الميكانيكال وشلت الالكتريكال وشلت البايبنج. لا عشان انا مثلا انا شايف ان دي زياده انا مش عايزها. تمام؟ ممكن واحد حاسس مثلا ان هو هيتلخبط، مثلا حاسس ان هو جايب موبايل مثلا في راديو وهو ما استخدمش الراديو، مش عايز يستخدمها خالص، فعايز هو يشيلها. تمام؟ انا عارف بشغل يعني حاطط ثلاثه، ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، ما تعمليش لخبطه. تمام؟ بس واحد عايز يعني ايه يقول لك الزرار كتيره، انا مش عايز اشوف زرار كتير. خلاص؟ بتقول له اوكي، خلاص بيقفل لك هو الايه قائمه السيستمز دي. تمام؟ عايز ترجعها يدخل اوبشن وتعلم عليهم تاني. يعني انت قلت اللي هي خالص اللي الواحد كلنا شغالين على مشروع، لو السيفل او الاستراكشر شغال وعمل تعديل اوريدي، ان انا هتشوف الميكانيكال هيتعدل معاه ريليت صح؟ ده هيتعدل معاه؟ ريليت يعني ايه مثلا تحصل له ازاي هيتغير بعد. انا ممكن اربطه بيها، يعني ممكن اربطه بيها بمعنى ايه؟ اقول له الحاجه دي مثلا على ارتفاع مثلا 20 سنتي من الارضيه، فلو الارضيه اختلفت. لا مش كده، مش كده. سيادتك النهارده السيفل او الاستراكشر حصل تعديل في ازاحه الحيطه. تمام. دي كانت سيادتك هو عدلها، عدلها نتيجه تعديلات معينه عشان انت مشروع. اوريدي ان اي حاجه هيحصل لها برضه في ازاحه في نفس الموضوع. دي كانت في البدايه. لو احنا كنا شغالين على مشروع، هل انا شغال الكتريكال الكتروميكانيكال او ام اي بي وشغال، التعديل ده هيبقى
هيبان وانا شغال؟ اه هيبان لك في حاجه اسمها سنكولايزيشن، يعني سنكولايزيشن ده هنشوفها ان شاء الله مع بعض. احنا كلنا شغالين على ملف واحد بس على السيرفر، تمام؟ اي حاجه كل شويه انا بعمل سنكولايزيشن، فالسنكولايزيشن ده بيجيب لي اخر حاجات الناس كلها عملتها، فانا مش مستني اخر اليوم المعمار يبعت لي حاجات او ما يبعتهاش او الاستراكشر، لا انا وانا احنا شغالين مجرد بعمل سنكولايزيشن تقريبا بنعملها كل نص ساعه مثلا بيظهر اخر التعديلات حصلت. وبيعدل معايا في حاجات بتتعدل وحاجات لا، هي الاغلب انت انا هوريك الطريقه وانت شوف انت عايز تستخدمها ولا لا. انت ممكن تربط الضغط بحيطه معينه، يعني تقول له الضغط ده على مسافه 50 سنتي من الحيطه، فلو الحيطه اتغيرت حرك معاها الضغط، تمام؟ ممكن انت ما تحبهاش وممكن تحبها، وفي ناس بتحب مثلا تعمل بن للحاجه، فانت شوف الانسب ليك. انا عن نفسي بسيبها عادي، تمام؟ ليه؟ لان الحيطه ممكن تتعدل في اتجاه عكس اللي انا عايزه خالص، ف يعني ده اختيار موجود في البرنامج. عايز تستخدمه؟ احنا فاتحين برنامج في نفس الوقت وشغالين على نفس الحاجه، 20 واحد بيفتحوا الحاجة، بس هي في حاجة اسمها ورك سيت. بمعنى ايه؟ انا ما ينفعش اشتغل، انا عامل ورك سيت مثلا، عامل مثلا ايه حساب في البنك، تمام؟ ما ينفعش حد يسحب حاجة منه، فانا هحط الحاجات دي كلها في ورك سيت. يعني انا شغال مثلا استراكشر، كل شغل استراكشر انا حاطه، وهنشوف الموضوع ده بس احنا بنقول نظري دلوقتي، حاطه عندنا فما حدش يقدر يعدل فيه طول ما هو عندي. اوكي انا ما بقولش التعديلات التانية انا ممكن اربطها، يعني في حاجات انت لازم تربطها. يعني تعالى نبص كده منطقيا، الضغط لما اربطه بحاجه تانية مش منطقي، تمام؟ انما ايه اللي منطقي؟ ان انا اربط ال ما اسالك سؤال، هو ممكن يحركها يمين او شمال فانت مش عارف حركه انك جايه، انما الحاجه اللي انت عايز تربطه ليها طريقه اقول لك عليها. انما انا عن نفسي بربط ايه؟ بربط الكشاف بالسيلينج، بربط ماشي. انت عايز تربطه بالبلون، اربطه بالبلون، تمام؟ ممكن تربطه مثلا ايه الحاجات دي كلها تربط بالسيلينج، مفيش مشكله خالص، تمام؟ ماشي. طيب نكمل ان شاء الله. ماشي، تمام. يعني انا دلوقتي مثلا ايه لو جينا نبص على بيت الكواي سيستم دي هتلاقي فيها كل الكهروميكانيكال الخاص بك ان شاء الله، تمام؟ هتلاقي كل الحاجات الكهرباء اهيت، هتلاقي الفاير، هتلاقي البلامنج، اي حاجه ان شاء الله مش هتتوه فيها ان شاء الله. انسرت هنبدا ننزل الحاجات بتاعتنا، احنا استخدمنا امر انسرت ده عشان نعمل ايه لينك كيت، تمام؟ هتلاقي ان انا ممكن ادخل ايه صور، ممكن ادخل ريفيت، ممكن ادخل ملف اسمه جي بي اكس ام ال. ده بيعمل ايه؟ بيربط البرامج ببعض. يعني انا عندي مثلا ده بيساف ار في تي، اللي تكتب بيساف دي دبليو جي، برنامج تاني بيساف مثلا اكس ال، يعني كل برنامج بيساف حاجه معينه. فجي بي اكس ام ال ده لغه وسيطه بين البرامج عشان تقدر تبدل الحاجات بينها وبين البرامج. يعني انا ممكن مثلا ايه رسمت كل صوره هنا وراح على برنامج مثلا الاكسس فيقول لي دخل لي الابعاد، طب انا دخلها له لسه قايسها وادخلها؟ لا، عندي حاجه ان انا اخرجه جي بي اكس ام ال ادخله في البرنامج يقرا معايا على طول، هيقرا كل الداتا اللي فيه، تمام؟ يعني انا مثلا في الهاب ده تكييف، هو لو انت بص انا هقول لك الطريقه بس هي مش صح، تمام؟ ان انا بعمل ايه؟ باجي هنا بقول له سيت اس، لو انت عايز تسيبه على الكمبيوتر القديم بقول له سبورت اسمها اي اف سي، تمام؟ وهتفتحها 2012 بس انت كده لجأت الحيله فغالبا الحاجات ممكن تضرب منك، فدي ما تلجألهاش. ما هم حاطينها بحيث انت اضطريت مثلا زنقت فيها يعني مش تمام. هنا لو انا عايز احمل فاميلي، لو انا عايز اعمل سيرش عنها على في قلب الديسك سيك، يعني ممكن اجي هنا مثلا اكتب كولوم هيجيب لي كل العواميد اللي موجوده في موقع الديسك، تمام؟ لو انا عايز ارسم ابعاد، يعني بعد ما انا رسمت عايز ارسم ابعاد، بلاقي هنا الحاجات اللي موجوده في الكاد عادي، سبوت اليفيشن، سبوت اليفيشن ده لو انا عايز اعرف الارتفاع بتاع اي حاجه، تمام بلاقي كوردينيشن بيجيب لي النورث والارث بتاعي، تمام؟
بيجيب لي السلوب، لو انا عندي اي حاجه فيها سلوب هيجيب لي السلوب بتاعها. تمام، الاليفيشن بيجيب لي ارتفاع الحاجه عن سطح الارض. تمام، يعني كل حاجه بص انا ماشي عليها هيجي على الحاجات كده يقول لي لا دي كبرت دي. تمام، الانوتيشن برضو ممكن الاقي اللي هي الريفيجن كلاود لو عايز اعمل حاجه، في عندي اسمها تاجات، في عندي تاج اول. يعني ايه؟ ممكن اقول تاج اول، اقول له اعمل لي تاج على كل الاير تيرمينال. تمام، اقول له اوكي، بامر واحد بس هيعمل لي كل الاير تيرمينال في المشروع كله او في اللوحه دي كلها. تمام، دونت كيرف فيو. تمام، خلي بالك من حاجه، خليت خط ماشي شكله ثاني. طيب انا شغال دلوقتي 1 ل 100، لو قلت له خليها مثلا 1 ل 10 اوتوماتيك التكست بيظبط نفسه بنفسه. تمام ماشي، تمام. هو الرامة فيها مشكله. تمام، هنبدا نشوف الموضوع ده. يعني انا مش محتاج ان انا كل شويه ادخل اتاكد ال فيشن. اوكي، مش محتاج ان انا اتاكد ارتفاع التكست مظبوط ولا لا، هو اوتوماتيك بيظبطها مع نفسه. تمام، تعالى نفتح لوحه بسيطه تمام. تاني انا هو شكله عايز يعمل ريستارت الحاجه. طيب تمام، حسابات التكييف اهيت. ممكن اعمل تشيك على حاجه، ممكن اقول له مثلا اعمل لي تشيك شوف لي في ماسوره مش متوصله ولا لا. تمام، لو في حاجه مش متوصله نبهني ليها. تمام، في عندي حاجه بعد كده اسمها الماسنج. ماسنج ديت ماسنج اند سايت. ماسنج بيعمل لي كتله، الكتله دي اقدر اشكلها زي ما انا عايز باسلوب بسيط، بحيث ان انا ممكن مثلا اعمل مبنى مثلا لافف، مبنى في فكرة جديدة مش المباني اللي احنا متعودين عليها. ماشي، كل الحاجات دي هنشوفها ان شاء الله مع بعض، هتلاقي الموضوع بسيط. تمام، ودي هنا ببدأ اشوف بقى موضوع السايت، ان انا ممكن اعمل الخطوط الغرف بتاعتي، ممكن احط الحاجات في السايت، ممكن احط الحاجات الباركينج، ببدأ اظبط كل الحاجات دي. تمام، قائمة كولبريت. تمام، القائمة دي بتعمل ايه؟ فاهم، الكولبريت هي دي المسؤولة عن إن أنا أعمل تزامن مع الحاجات، إن أنا أسيف وآخد الحاجات وأودي الحاجات وكده. ماشي، نروح بقى للقائمة اللي إحنا ممكن نتكلم فيها دلوقتي. ماشي، هنا دي قائمة فيو، ممكن أعمل منها مثلا أقول له أنا عايز أعمل بلان جديد. تمام، يعني أنا عايز أعمل مثلا بلان للفاير، أقول له أعمل لي بلان جديد. تمام، أقول له مثلا أعمل لي بلان في ليفل واحد. ماشي، وحطه في الميكانيكال، وحطه في بدل الاتشباك دي خلاها فاير. ماشي، هلاقي ان هو الليفل دوت بقى موجود في الفاير. تمام، فانا ببدا اظبط الحاجات بتاعتي، ان انا اعمل مثلا ليفل جديد اسميه مثلا فاير، اغير اسمه، ممكن ادوس هنا اخليه ليفل واحد فاير. تمام، هو بيقول لي عايز تغير الليفل ولا لا. تمام، خلي بالك ان هنا في حاجات معمولها ديسكونكت، يعني حاجات مش متوصله. لما تيجي تبص كده هتلاقي الستاك ده مش متوصل. تمام، هو عامل حسابه ان الستاك ده هيدخل هواء في قلب المكنه ديت، بس ما وصلهمش ببعض، ففي حاجات مش متوصله، هو عمل لي عليها علامه التعجب. فدي برضه ميزه ان هو يجيب لي الحاجات اللي فيها مشاكل بحيث ان انا ابدا انتبه ليها. تمام، قائمه فيو ممكن اعمل منها سكشن. سكشن سهله قوي، بترسم سكشن، تقول له علم سكشن، وتشوف انت عايز ترسمه منين لفين. تمام، وهيشوف لحد فين. تمام، ممكن تسحب السكشن زي ما انت عايز، او تكبره زي ما انت عايز، او تخليه يبص الناحيه الثانيه. كل الحاجات دي السكشن سهل ان هو يعملها. كليك يمين، جو تو فيو. تمام، طيب انا هنا شايف شكله ايه؟ شكله وحش قوي لان هو 2D. تمام، لو انا عايز اخليه شكله 3D او 2D باجي هنا اخليها فاير. تمام، فجاب لي الحاجه قريبه من الواقع.
كده هتبدأ بتشوف بقى. بص لو انت بقى جيت هنا مثلا وغيرت في دي، خليت دي مثلا هنا مثلا، تمام، تروح في الدور بتاعك لو مثلا ده الدور التاني، هتلاقي خلاص اتغيرت، تمام، الدور التاني تكييف. تمام، هي انا واحدة في البيت. اهي بص دي قربت عكس الباقي، يعني الباقي كله في نفس الصف، دي اللي جت كده، تمام، يعني انت مجرد ان انت تعدل في حاجة هتتعدل في بقية الحاجات، تمام، ماشي. طيب لو احنا بصينا في بقية القوائم، قائمة فيو مثلا، هتلاقي مثلا فيها موضوع 3D، ان انا اعمل 3D، ماشي، اهو تبدأ تشوف المبنى 3D، اهو كل دي حاجات معمولة غلط، تمام، مش كله. هو الفكرة الغلطة هنا ايه؟ هو حاطط مكن، تمام، ومثلا يعني انا بفترض المشكلة بالطريقة دي، هو حاطط مكن والمكن ده خرج منه التكييف، بس ما خدش باله ان المكنة دي فيها خارجة كهرباء، تمام، ما وصلهاش كهرباء، فضربت في كله، ما خدش باله ان في حاجة مثلا المفروض توصل مثلا مية مثلا او درين، تمام. هي دي الميزة، ان لما بنزل الفاميلي بيبقى متوصل، يعني مثلا ايه، تعالى ننزل فاميلي كده ونشوفها، تمام، تعالى نيجي هنا مثلا في اللي هنا، نزل اي فاميلي، تمام. انا مثلا لما انزل اي مكنة هنا، تمام، المكنة دي مثلا، اول ما بنزل المكنه بيجيب لي ايه، بيقول لي المكنه دي المفروض يطلع منها ضغط بمقاس قد كده، ويطلع منها ميه قد كده، ويطلع منها كهرباء بالمقاس دوت، وتكييف بالمقاس دوت، تمام، ماشي. طيب يا باشمهندس احنا قربنا نخلص يعني، اه ماشي، معلش انا قلت اتصدعت ولا حاجه، لا لا ماشي. طيب هنا هتلاقي بقى ايه، كل الحاجات دي ان شاء الله هناخدهم واحده واحده، بس احنا بس ايه بنشوف ايه الحاجات. طب اقدر الاثنين دول اختفوا مني، اجيبهم منين؟ من قائمه فيو يوزر انترفيس، تمام، اجي هنا اقول له مثلا انا عايز ايه، عايز البروجكت براوزر، تمام، والبروبرتيز، تمام، وممكن ارجع اقول له انا عايز ارجع للشاشه الاولانيه خالص، رسمت فايل، تمام، ولا ده بقى، ماشي. طيب فاهمة مانج دي اللي انا بظبط منها المشروع كله، انا ممكن اظبط مثلا ايه الاكس والواي بتاعي، ممكن اظبط الاعدادات بتاعت اعدادات الماتيريال، اظبط منها السناب، اظبط منها الاوبجكت ستايل، تمام. القائمه دي بتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت عايز تظبطها، السنابس مثلا هتبدا تظبط السنابس اللي انت عايزها، ومثلا ممكن تخش تظبط البروجكت يونت، تخش تظبط انت عايز مثلا بايبنج الكتريكال اتشفاك، تمام. قائمه موديفاي، تمام، القائمه دي اسهل قائمه فيهم لان هي كلها موجوده في الاوتوكاد، يعني مثلا لو انا قلت له مثلا تعال نروح المول، ماشي، اهو تمام، ورسمت ضغط جنبيه، وضغط على ارتفاع كام، اهو دي تي، تمام، تمام. الضغط ده ممكن مثلا اقول له ايه، اغير لي مقاسه، ماشي، خليها مثلا ايه 2000، تمام. ممكن اقول له الدايمنشن ده انا مش عايزه كده، انا عايز اتقرب او تبعد، اخليها مثلا 3000، ماشي. ممكن اقول له الدايمنشن ده عايزه يبقى ظاهر معايا على طول، ادوس في علامه الدايمنشن هيظهر معايا، تمام. ممكن اجي هنا اقول له انا تعالى نشوف الاوامر هنا، مثلا ممكن اقول له الاين، يعني ايه، يعني الحته دي، تمام، وخليها من الفيس، الحته دي اعمل لها محاذاه مع دي، تمام، هو كده عامل محاذاه، اربطهم مع بعض، ماشي هندسه. لما ايه؟ الاستفسار
اللي هو ايه؟ اللي هو على الرف ده. اه ليه؟ ليه؟ انا اه ما ليه؟ لان هنا هو مش مربوط، مش مربوط بحاجه. انا كده عندي الصاج نهايته مفتوحه. هو بيقول لي هنا الصاج ده نهايته مفتوحه. احنا في الموقع مفروض لو نهايه مفتوحه بعمل لها ايه؟ بعمل لها اندكاب. تمام. فهو هنا بينبهني ان انا مش حاطط اندكاب او مش حاطط كوع او مش حاطط تي او مش حاطط اي حاجه خالص. تمام. بس انت خدت بالك احنا ربطنا الاثنين ببعض، يعني لو حركت دوت هتحرك معايا. تمام. ازاي عملت محاذاه؟ نعملها تاني. تمام. عملت محاذاه وبعد كده قلت له ايه؟ اربطهم ببعض، يعني الاين. تمام. ايوه محاذاه من دي ودي، خلاص هقول له اربطهم ببعض. تمام. فلو اي واحده فيهم اتحركت، لو الحرك ده الاساس ده هيتحرك معايا. تمام. طيب لو جيت هنا لو انت ما عملتش الاين